إذا شاري لي بطاقة طيارة فلمين الثانية؟ عملت من تركيا قوة إقليمية، هذا الخطأ الأول. خلينا نحط حالنا بالمستوى الثاني. قلت لحالي خلينا نحدد سياسة الشرق الأوسط عبر تركيا، بس راحت تركيا من إيدك. تركيا ما راحت على محل. تركيا بلا أنا ولا شيء. أما الخطأ الثاني، الشعب يريد. مو هذا الوقت اللي نتخلى فيه عن الديكتاتوريات، لأنه من جهة بتفيق الوحش النايم وبتقوي تركيا، ومن جهة بتحرك الشعب اللي كان ممكن يبقى سنين ويمكن مئات السنين وهو عم يمشي على مهل ويعمل شو ما بدنا. أصلا أنت عم تطلع غلط. قبل تحريك هاللعبة أنا أخذت احتياطاتي بشكل كبير وخليتهم يكرهوا الأتراك. شلون؟ تركيا وقفت مع الأنظمة العربية تحت شعار صفر مشاكل مع الجيران. لما رح تسقط هاي الأنظمة، ما عاد تركيا تحسن تنتج سياسات جديدة، لأن ما قدرت تتخلى عن هاي الأنظمة ولا أخذت موقف صريح مع المعارضة. والطرفين رح يكرهوها هلأ. أنت هيك مفكر؟ خربت مشروعنا يلي عم نحضر له من سنين. اليوم مين ما اجى على السلطة عندهم ما راح يكون عنده مشاكل جوهرية، لأنه الشعوب بتحب بعضها، لأنه المسلمين مسلمين. يلي أنتم ما عم تفهموه أنه مرحلة هاي الأنظمة خلصت، ونحن ما بقى عنا استطاعة نتحمل يوم واحد. هدول الناس لازم يروحوا. كالعادة دائما انت شاطر وحشتك على راس لسانك. رغم كل الاخطاء تبعك ورغم الصراع اللي خطه على مدى سنه كامله لاقنع القياده ليبدلوك، بطاقات الطياره هي الي ولبنتي. خلال 3 ايام رح روح على واشنطن واستقيل، طبعا اذا راحت بنتي معي. خذ بنتك من مراد علندار، تعرف مكانه. بما انك جبت لي هالبلوي على راسي، انت بدك تحلها، مو بدك تبقى هون. هاي فرصة لك. بدي اياك تقتل ابو بنتي مقابل بنتي. خذ الشرق الاوسط كله لك.